تعال نروح لنقطة تانية برضو من ضمن الأمور الملفتة للنظر. طبعا احنا متفقين وقلنا حتى ده بشكل ما في بداية الحوار ان مفيش فريق بيفضل مكمل على نفس المستوى، مفيش فريق مبقاش عنده غلطات ما إلى آخره. طيب دلوقتي من الأمور الملفتة جدا للانتباه أو للنظر ان انت تلعب مباراة قوية جدا مع فريق قوي ومنافس عنيد وعتيد زي الإسماعيلي وتفوز بسكور، وتيجي الماتش اللي بعد منه البنك الأهلي تجيب جول يتيم شوية، وتلاعب فريق زي الزمالك وتفوز عليه بسكور، وتيجي المباراة اللي بعد منها المقاولين العرب تجيب هدف. التذبذب ده منطقي؟ هل دي ظاهرة صحية؟ ده عادي وارد ولا شيء يستحق التوقف عنده وتأمله؟ لا هو وارد طبعا، بس بسيناريو الماتشات اللي احنا بنشوفه من المفترض ان نتائج الماتشات دي كانت تبقى اكبر من كده. يعني مباراة المقاولين العرب الاهلي كان عنده اكتر من فرصة الشوط الاول ان هو يحرز اهداف، منهم كوره جت في القائم، في كوره الحارس تصدى ليها، وفي فرصتين كان لمحمد شريف، يعني كان التعامل مع الكوره ما كانش بالشكل الامثل. فهنا بنتكلم في اربع فرص محققه للتهديف، لو سجلت منهم هدفين فانت فتحت الامور، لان الفرق اللي زي المقاولين وزي البنك الاهلي وحتى المحله، بس يمكن المحله على ملعبه شويه بيحاول ما يبقاش دفاعي اللي هو الدفاع القاتل، لا بيقدروا يهاجموا وبيبادروا لان هم بيبقوا حافظين الملعب بتاعهم طريقته. فالمباريات اللي زي دي الفرق بتتكتل قدامك بشكل كبير، بيحاولوا يلعبوا دايما على حاجات مرتده، فانت عشان تفك التكتل ده بتحتاج ان انت تستغل فرصه واحده مبكره طبعا. عشان الفرق اللي قدام تبتدي تفتح. لو راجع البنك الاهلي والمقاولين لو بنتكلم على الموسم ده هتلاقي ان هم بيضيعوا وقت بشكل عادي جدا طول ما النتيجه 0-0. بمجرد ما الاهلي بيسجل شفت المقاولين العرب كان فيه مثلا كابتن علاء عبد الغني بينفعل في الكوره ان ازاي الاوت ما بيتلعبش بسرعه، مع ان مثلا هم كانوا بيلعبوا باريحيه جدا، ضربات المرمى ورميات التماس والفاولات وكل ده طول ما النتيجه 0-0. فانت لما بتسجل في الفرق اللي بتلعب دايما قدامك بتكتلات دفاعيه قويه، بتسجل بدري من فرصه، هم نفسهم بيبتدوا يتحرروا هجوميا، فبالتالي المباراه تبقى اسهل. لكن الزمالك والاسماعيلي هم فرق في الاساس مش بيعتمدوا على هذه التكتلات وبيلعبوا جيم مفتوح طبعا. فالامور بتبقى يعني مين اللي هيستفيد الاول من الاخطاء يعني.